واخيرا وصلنا درع اليوتيوب. هذا الدرع مناسبة وصول القناة للمئة ألف مشترك، فاليوتيوب دزت لنا هاي الهدية الجميلة، لكن حقيقة انه ما اعتبر هذا الدرع انه جاي من اليوتيوب، راح اعتبره من عندكم لان انتم السبب الرئيسي بهذا الدرع، راح اعتبرها من عندكم. فشكرا لكم على هاي الهدية، وشكرا لان وصلنا وياكم لهذا الرقم، وإن شاء الله بالمستقبل نوصل أرقام أكثر ونوصل عدد أكثر ويزيد هذا العدد. فبما أنه اليوم احتفال بهذا الدرع، فخلينا نسولف. ممكن أن هذا الدرع يكون ما ألفت قيمة مادية، لكن إلى قيمة معنوية كلش كبيرة. قيمة المعنوية تبين لك أن تعبك وجهدك في فترة ما لغاية ما بشيء معين جنيت أرباحه هاي الطريقة. فالفكرة ممكن نستفاد منها انه كل شيء بحياتنا، سواء دراسة، عمل، ما شابه من هاي الامور، اذا تعبنا بيه واذا اجتهدنا بيه بالطريقة الصحيحة وبالوقت المطلوب، راح نجني ثمرة تعبنا وثمرة جهدنا بهذا الشيء بالوقت المناسب. احنا بالقناة يمكن من 2016، لكن نستمر نقطع نستمر نقطع، ننزل فيديو ورا 5 اشهر 4 كذا ننزل ثاني، يعني هاي الترددات اللي تصير بالحياة الانسان بصورة عامة. لكن بالفترة الاخيرة انه احنا لا كثفنا هاي الجهود وكثفنا العمل على القناة اكثر، وصرنا نقدم محتوى اكثر ونقدم فيديوهات اكثر، ويعني حاولنا نستمر على بل نقدر عليه، حاولنا نفرغ نفسنا ونخلي تركيزنا بهاي القناة. ومثل ما تشوفون انه احنا اليوم حصدنا هذا الجهد اللي بذلناه بهاي القناة، وان شاء الله الجهود مقبولة مستقبلا اكثر تكون. فهاي الفكرة اللي احب اسولف بيها، انه كل شيء بحياتنا يستحق الجهد من عندنا، وكل ما راح نعطي جهد اكثر كل ما راح يكون الناتج راح يجينا معنوي اكثر، واذا كان شيء مادي راح يجي شيء مادي اكثر، يعني حسب الموضوع اللي نشتغل عليه. فممكن هذا الشيء نستخدمه ونطبقه على الدراسه، بما ان انتم حاليا فتره دراسه، فكل ما راح يكون تركيزنا اكثر حتكون النتائج اكبر. احنا وياكم مستمرين من فتره طويله تقريبا، وان شاء الله هم مستمرين ويا المراحل الجايه. والحمد لله انه نفرح من نشوف تعليق او فد شخص يتواصل وياه او يتواصل ويانا انه تسويت كذا، انه احنا استفادينا في فتره ما من هاي القناه، انا تحس فعلا انت قدمت شيء. فشكرا لكم على هذا الدرع وهاي الهديه الحلوه، لان اول ما وصلني انا ما حسيت انه جاي من اليوتيوب، حسيت انه جاي من عندكم انتم. فشكرا لكم، وان شاء الله مستمرين وياكم، وهذا الشيء يخلينا عندنا حافز اكثر حتى نقدم محتوى افضل، وحتى يستفاد منه اكثر عدد، وحتى يوصل لاكثر عدد. فهذا كل اللي عندي، ونشوفكم ان شاء الله بفيديوهات قادمه. مع السلامة.